من أخبارنا أيضا النهاردة، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مجموعة من النقابات والمؤسسات والكيانات. كانت هناك اللقاءات، أو هذه اللقاءات كانت فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار مع ممثلين هذه المنظمات أو الكيانات، وأيضا للاستماع إلى تطلعاتها أو تطلعات أعضائها وحديث عن المواطنين. وتقوم تلك النقابات والمؤسسات والكيانات على تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية من أجل تبصير المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية، وده اللي احنا بنتكلم عنه وبنركز معاكم دايما، في الاستحقاق الدستوري وممارسة حقوقهم الدستورية. وأيضا بتسلط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية وبناء مستقبل مزدهر لمصر. خلينا نطلع نشوف فيديو عن هذا اللقاء وارجع لكم مرة تانية. عمال مصر دايما في الصف الأول لدعم الدولة المصرية، وحاجات كتير اتعملت للعمال، فاحنا ده اللي احنا شايفينه وعايزين نكمل المسيرة لمصرين الحديث. نقابة المعلمين كانت سباقة وأقامت 84 دورة لرفع الوعي وضحك الإشاعات. كان زاما علينا، كان أكبر نقابة في مصر، إن احنا يكون لنا موقف مؤيد للسيد الرئيس. عقدنا مؤتمر شامل حوالي 10,000 تأييدا للسيد الرئيس. زيارة من وازع وطني وزيارة من وجدان قلوبنا لرد الجميل والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الرجل العظيم وهو بيتكلم عن قوة مصر وجيش مصر، ولما بيقول اللي هيمس مصر هطول ولو خارج مصر، وشفناه بيعمل وعمل، لازم نيجي ونقول ونأيد بكل حفاوة بكل تقدير وبكل محبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تجربتين بس يكفو، المناطق العشوائية وازاي اتقلبت لمناطق حضرية وسكن كريم للناس، وعندنا حياة كريمة. حياة كريمة ده مشروع بيستهدف 52 مليون فرد من مصر، في رقم الحياة لم يتم على مستوى العالم كله. النهاردة أنا مطمئن أولادي وأحفادي لبكرة مستقبلهم إن شاء الله يبقى أحسن. دين قديم من سنة 2011، لما الرجل ده حط عمره وروحه على كفه في مغامرة ما كانتش لا مضمونة ولا معروف عواقبها شكلها ايه، ومع ذلك عملها. وانت السبب اللي خلتنا ان احلامنا تزيد، عشان انت وريتنا ان الحلم ممكن يتحقق. فعشان كده احنا جينا ونقول له، مش تشريف ولكن ده تكليف من شعب مصر. طب ما نيجي نشوف الدولة عملت ايه للعمالة غير منتظمة، هتلاقي سواء من ناحية تشريعية او من ناحية المساندة ماليا او ادارية، هنلاقي حاجات كتير جدا. الدولة عملت ايه كمان للمرأة، لأصل ذوي الهمم. انا بقول للشعب المصري كله، انزل شارك قول رأيك. الذهاب لصندوق الانتخابات بيعبر عن ثقافة الامم، بيعبر عن وعيها، بيعبر عن إرادة الناس، وبالتالي يجب أن احنا كلنا نشارك في هذه الانتخابات وكل واحد يقول رأيه ويختار اللي هو عايزه. كان مطلب قيادات الطرق الصوفية أن يتحمل المرشح السيد عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد في هذا التوقيت بالغ الصعوبة. بروح المواطن المصري الذي ينتمي إلى هذا الوطن، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه كافة الملفات وكلها في آن واحد. اللي اتعمل في مصر في المرحلة السابقة لا يمكن حد يتخيله. اجتمعنا المشيخة العامة في الطرق الصوفية مع مجموعة كبيرة من المشايخ بالإجماع، نحن نرشح السيد عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، نبايعه على ذلك من أجل مصر، من أجل استمرار الاستقرار، ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا. أخرج، عبر عن رأيك، فهذا مهم للغاية.